عاصفة شمسية مرتقبة قد تؤدي إلى تعطل الإنترنت. تحذيرات أطلقها علماء بشأن عاصفة شمسية يتوقع أن تصل إلى الأرض في المستقبل القريب، على الأرجح في أوائل عام 2024. ويأتي التوقع بعد أن اكتشف فريق هندي من الباحثين علاقة جديدة بين المجال المغناطيسي للشمس ودورة البقع الشمسية، والتي يمكن أن تساعد في التنبؤ بموعد ذروة النشاط الشمسي الذي يتناقض مع توقعات وكالة ناسا السابقة بوصول العاصفة في أواخر عام 2025. تشير التوقعات إلى أن العاصفة الشمسية المرتقبة يمكن أن تكون قوية وتؤثر على الاتصالات العالمية وشبكات الإنترنت. قد يحدث تعطل في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت وتعطل الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة العالمية مثل نظام تحديد المواقع GPS.